أكدت هيئة تنظيم الخدمة العامة أنها تقوم بتنظيم ومراقبة شركات توزيع الكهرباء المرخصة بضمان التزامها بمعايير الخدمة ودقة الفواتير التي يتم إصدارها لجميع المشتركين. وتؤكد أنه في حال عدم التزام الشركات المرخصة بالأطر التنظيمية لآلية الاحتساب فسوف تتدخل الهيئة لصالح المشترك لتعديل الاحتساب بناء على الأسس التي أقرتها وذلك على حسب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها. وحول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف هلال بن محمد الغيثي مدير عام خدمات المشتركين بهيئة تنظيم الخدمة العامة. بداية أخي هلال، كيف تعاملت الهيئة مع ملاحظات المشتركين من ارتفاع فواتير الكهرباء؟ نعم أخي العزيز، بداية نوضح أن الهيئة بموجب القوانين والمراسيم المنظمة لعمل القطاع هي طبعا هي مسؤولة عن حماية مصالح المشتركين، وبالأخص فيما يتعلق بخدمات المشتركين وهي قراءة العدادات ودقة الفواتير. تعمل الهيئة طبعا من خلال الأطر التنظيمية المعتمدة بمراقبة الأداء الشركات المرخصة ومدى التزامها بالمعايير الموضوعة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، إذا ما تكلمنا العام الماضي مثلا، كان بنفس الفترة العام الماضي كان عندنا شكاوى من المشتركين بخصوص جودة الفواتير ودقتها. إذا قامت الهيئة في هذاك الوقت بعمل تدقيق شامل بالاستعانة بمدقق عالمي لمراجعة وتقييم الأنظمة والإجراءات المتبعة في الشركات للتأكد من صحة البيانات، بيانات قراءة العدادات واحتساب الفواتير. كذلك يعني تقوم الهيئة بشكل مستمر بمراجعة الأداء المتعلق بالخدمة، ومن خلال طبعا يعني مراقبتنا للوضع العام حول ما يتداول عن شكاوى المشتركين، تقوم الهيئة بشكل مستمر ويومي يعني باستلام شكاوى المشتركين والتأكد من دقة احتساب الفواتير. ونحس يعني ما نود نؤكد عليه طبعا يعني من طيب خلال مراقبتنا. نعم أخي هلال، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان دقة احتساب استهلاك الكهرباء؟ بالنسبة للإجراءات طبعا مثل ما ذكرنا بناء على تدقيق اللي تمت إقامة فيه الهيئة العام الماضي، قامت الهيئة بداية هذا العام بإصدار إطار تنظيمي يلزم شركات الكهرباء بدقة إصدار الفواتير وقراءة العدادات. فإذا ما تطرقنا بالنسبة لهذا الإطار، طبعا ألزم الشركات عند فوترة المشتركين طبعا بأخذ القرار لمدة تتراوح بين 28 إلى 32 يوم. وفي بعض الأحيان طبعا مثل ما نعرف يتعذر على قارئ العداد الوصول إلى الموقع العداد لسبب أو لآخر، عليه تقوم الشركات طبعا باحتساب القراءة التقديرية للاستهلاك. طبعا هي من خلال هذا الإطار التنظيمي اللي أصدرته بداية هذا العام حددت طبعا للشركات إيش المبادئ والمعايير التي تقوم عليها لتقدير استهلاك المشتركين. مثلا كمثال يعني نستخدم استهلاك الفعلي لنفس الشهر من العام السابق على أساس أنه يكون هذا الاستهلاك مماثل لاستهلاك المشترك. كذلك يعني من خلال عمل الشركة الهيئة عفوا من بداية تأسيسها في العام 2005 يوجد إطار تنظيمي نراقب من خلاله عمل الشركات وخاصة فيما يتعلق بقراءة العدادات والفواتير التي يتم استلامها للمشتركين. وطبعا هذا يتم من خلال مؤشرات أداء قياسية توضع على الشركات بشكل سنوي. نعم، طيب ما مدى التزام الشركات بأخذ القراءات الفعلية للعداد؟ بالنسبة لأخذ القراءات طبعا الهيئة تعمل على مراقبة هذه الأداء. مؤخرا طبعا قامت الهيئة يعني لما تطرق مثلا لشهر مايو من العام من هذا الشهر الماضي بناء على البيانات الواردة للهيئة والتي تم مراجعتها بالنسبة لأداء الشركات، فنتكلم عن يعني بعض الشركات حققت نسبة 94% من إجمالي الفواتير الصادرة للمشتركين كانت قراءات فعلية، تتراوح طبعا النسبة بين 85 إلى 94%. بشكل عام كمتوسط يعني 90% أكثر من 90% من الفواتير التي تصدر للمشتركين مبنية على قراءات فعلية. نعم، إذا كذلك يعني بس أخيرا أخي نحب نوضح يعني نطمن المشتركين أو جميع المواطنين والمقيمين أن الهيئة موجودة لا
لحماية مصالح المشتركين، وفي حال وجود أي شكوى طبعا من أي مشترك يعني تواصل مع الهيئة، الهيئة موجودة لدينا منصة حاصل لاستلام الشكاوى، الهيئة تقوم بمراجعة الشكاوى، ولن يتم قطع الخدمة عن أي مشترك في حال وجود أي شك لأي مشترك في فاتورة الكهرباء، إلا بعد طبعا مراجعتها من قبل الشركة ومن قبل الهيئة في حالة وصول المشترك. وإحنا طبعا نحث من خلال منبركم المشتركين بالتواصل مباشرة في حال وجود أي استفسار بالنسبة للشكاوى مع مراكز الاتصال التابعة للشركات، ومن ثم طبعا في حال رغبتهم رفع شكواهم للهيئة يتم رفعها للهيئة. نعم. وكذلك تقوم الهيئة يعني سنقوم إن شاء الله مع التعاون مع شركات القطاع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك يعني بعمل جلسة حوارية لتوضيح جميع الجوانب المتعلقة فيما يتعلق بجودة الفواتير وقراءة الإعدادات إن شاء الله. نعم، إذن هلال بن محمد الغيثي مدير عام خدمات المشتركين بهيئة تنظيم الخدمات العامة، شكرا جزيلا لك.